يعني بسمع الأغنية وأنا حافظاها طبعا من زمان، لكن فيها شخصيتكم جدا. طب الأهالي بقى قالوا إيه؟ يعني علي وعفاف قالوا إيه بقى لما سمعوكم مع بعض؟ اتفضلي حضرتك العفو. والله هو في الحفلة أحمد غنى أغنية لماما، غنيها النهاردة برضو، غنى بتسألي حبيبي. الله. أنا كنت قايلة لها بصي يا ماما تعالي بقى احضري الحفلة دي، ومش قايلة أي تفاصيل، بس فهي جت واتفاجئت بيه واتفاجئت بالأغاني اللي أنا بعملها، وكان الحمد لله رد فعلها حلو قوي. ده بالنسبة لمامتي يعني. ها وعلي، هو بابا طبعا مع يعني مع مي كان منبهر ومبسوط جدا معايا، بس انت في الحته دي انت عشان ابنه طبعا، ف العادي يا بابا كلنا فا اهل يعني. بس اعتقد انه هو اكتر حاجه مبسوط ان احنا كاجيال يعني بنتعاون ويعني بنقدم تاني، بنقدم اغاني قديمه واغاني بتاعت اهالينا، بس في نفس الوقت بنقدم اغاني بتقدموا مختلفه اغانيكم. وبشكل مختلف. انت بقى عندك اغاني، ومي من ساعه ما اتقابلنا اعتقد بقى عندك اكتر من غنوه دلوقتي. ايوه، فيعني انتوا ماشيين في الطريق بالراحه، بس ماشيين يعني حاسين ان انتوا ماشيين بالراحه. مي انا يعني كنت الاول بغني اغاني يعني اغاني مطربين بحبهم، وجت مرحله كنت بغني اغاني ماما، وبعدين دلوقتي انا في حته ان انا بحب ده وعايزه اوزن بين ده، ما سيبوش، بس انا عايزه برضو اعمل اغنيه. فقعدت بقى بفكر كتير الفتره دي في انواع المزيكا اللي هبقى بقدمها، عايزه ابقى مختلفه عن اللي فات، كلمات في مواضيع مختلفه، فبحاول احقق يعني توازن ما بين الاغاني اللي انا بحب اغنيها من الاغاني القديمه او اغاني حتى معاصره يعني، واغاني مامتي والاغاني بقى بتاعتي يعني. احمد بيلحن على فكره. ايوه طبعا، ملحن عظيم، فممكن ربنا يلحن لك بقى اغاني يعني. انت ملحن هايل ربنا يخليك، والله، ربنا عندك افكار كده في التلحين عظيمه.